معي عبر الهاتف من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج الدكتور خالد القاسمي. مساء الخير دكتور خالد. بداية، من المستفيد من هذه العمليات التخابرية والتآمرية على مملكة البحرين؟ هل كانت قطر تسعى لأمر يخصها هي، تريد الفائدة لها، أم أنها كانت وسيطا خاسرا في قضية خاسرة من أجل طرف آخر سيكون خاسرا بإذن الله؟ بالتأكيد أنا طبعا من المحبين للبحرين، دائما أكتب عنها سيدي الكريم، وكنت أيام الأحداث 2011 على تواصل مع سعادة السفير محمد المحاوزة، وكنت أرى يعني قناة الجزيرة وهي تنقل يعني بعض الأمور التي يقوم بها الإنقلابيين، وكنت على تواصل مع قطر، فكانوا يقولوا لي هذه الأمور من سلطات عليا. الآن لما لاحظنا الاتصال وسمعنا هذه الأخبار، ربط بين الأمور هذه، ويعني وجدنا أن للأسف الشديد يعني قطر تريد تنفذ مشروع جهنمي كبير. يعني ليست هذه التسجيلات هي الأولى، وإنما يعني موقفها مع منظمة أحرار البحرين مع سعيد الشهابي، وقدمت له 10 ملايين. إذن مسألة إسقاط البحرين هي الطريق الأول لإسقاط المملكة العربية السعودية ودول الخليج، والشيء هذا نحن لاحظنا وعشنا يعني أحداث المنطقة الشرقية في ذلك الوقت، وأيضا الدعم للحوثي خلال تلك الفترة وتوسط قطر في قضية الحوثي في حين كانت تدعمه بالمال والسلاح. اليوم سيدي الكريم حينما نلاحظ تمكن الحشد الشعبي من عمل جسر أو خط بري يصل بغداد بسوريا إلى لبنان، هنا تحقق الحلم في الهلال الخصيب الذي كانت تريد الإيران، ومن بعد تكون المحاصرة للسعودية وإسقاط السعودية تمهيدا لإسقاط بقية دول الخليج. يعني حينما يتحدث مستشار لحاكم قطر بهذا الكلام ويعطي معلومات للإرهابيين في البحرين، ويعني إنهم لن يشاركوا في قوات درع الجزيرة، إذا هذه الأمور كانت مبيتة. هو سرب معلومات وتلقى معلومات وتعهد أيضا بنقل معلومات من الإرهابيين إلى قناة الجزيرة. طيب، بما أنك قلت قبل قليل دكتور، واعذرني على المقاطعة، بأن كان هناك عدد من الشواهد التي كنت تراها في عام 2011 لكن لم تتمكن من الربط إلا مؤخرا، الكثير من الناس ومما التقيناهم محللين من كل الوطن العربي كانوا يتحدثون بنفس هذا المنطق، لكن بالمقابل هناك شيء ظاهر يعني الناس يتعاملون به ولا يدخلون إلى بواطن الأمور. حكومة قطر تتعامل بازدواجية مع البحرين ومع السعودية ومع غيرها، في العلن هناك اللسان الحلو والمهادنة، لكن في الحقيقة هناك ضرب من الوراء، هذا أثر على أمن واستقرار البحرين. كيف تفسر هذه الازدواجية القطرية في التعاطي مع البحرين ومع المملكة العربية السعودية أيضا؟ للأسف هي ذات خطابين، وهذا التلون حقيقة واستخدام التغية جعلها يعني تنكشف اليوم. اليوم حينما تكشف هذه التسجيلات، وقبلها يعني كان محاكمة التنظيم السري في دولة الإمارات 2013، وانكشفت أمور بأنه مرتبط بقطر ماديا وتدعم قطر ماديا، واليوم تدعم أيضا الإرهابيين أمثال حسن الدقي وغيرها، وتعطيهم المال ليقوموا بمظاهرات في تركيا ضد الإمارات. هذه أمور يعني اليوم حقيقة انكشفت. يعني وكلمة بأخذ من التسجيل أن كلمة سيل الدماء، سيل الدماء هذه كلمة موحدة مع هؤلاء الإرهابيين أو الإرهابيين في التنظيم السري اللي كانوا يقولوا بأن تسيل الدماء في الإمارات حتى نتمكن من السلطة. إذا يعني الهدف الواضح، نحن دول يعني استقرارنا في أمننا واستقرارنا في وحدتنا، وبالتالي إسالة الدماء هذا الشيء قريب على مجتمع منطقة الخليج. فلا يمكن يعني مقارنة أمور تحدث في سوريا وفي ليبيا يعني بما يحدث لدينا في منطقة الخليج. حتى أمور سوريا وليبيا اليوم تتكشف إن وراها قطر وهي جميعها دماء عربية ومسلمة عزيزة علينا ولا نريد. أنا هذا ما أقوله، يعني حتى قطر يعني أصبحت إنها هي وراء كل ما سيل من
دماء في هذه الدول العربية. اليوم هذه سيد الكريم بداية، ما بالك حينما وأنا عندي تواصل مع مصر ومع الإخوان في الأمن في مصر، حينما تكشف تسجيلات عن دعم قطر للإرهابيين وتزويدهم بالمال والسلاح وتعرض هذه عبر الشاشات يعني. نعم شكرا جزيلا لك من دبي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج دكتور خالد القاسمي.